بكم في حلقة واحدة أخرى من برنامجكم المغرب ينتخب. ضيفي في هذه الحلقة هو السيد محمد تخيي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ووكيل لائحة الحزب مقاطعة بني مكدة. سي محمد تخيي، مرحبا بك. شكرا لك. مرحبا سي محمد تخيي. الحملة الانتخابية بدأت من بعد 2009، من بعد دستور 2011. هناك انتخابات جماعية وجهوية، كاين اللي كيقول بأن انتخابات ذات السنة هي تعرف نوع من السخونة اللي ما كانتش انتخابات اللي قبل، خصوصا في مقاطعة بني مكدة. انتم كحزب العدالة والتنمية واش مرتاحين بعد انطلاق الحملة الانتخابية وواثقين من نفوسكم بأن قاعدتكم الانتخابية ما زالت قائمة وبرنامجكم ما زال كي متشبتين فيه المواطنين والمواطنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر الطاقم ديال قناه زوم سات، ياك مرحبا، على هذه المبادره. تقريبا يعني المرشحين واللوائح اللي كتنافس من عموم المواطنين، هذا دور ايجابي كتقوموا به. اعتقادي ان انتخابات 2015 طبيعه الحال عندها خصوصيه معينه، السياق السياسي الوطني، المستجدات الدستوريه والقانونيه، الصلاحيات الجديده اللي كاينه على المستوى كونها انتخابات جماعيه وجهويه في نفس الوقت، كاين رهانات سياسيه كبيره. لاول مره حكومه انتخابات تجرى في ظل حكومه تقودها العداله والتنميه، اشراف سياسي من طرف رئيس الحكومه، كاين مجموعه من الخطوات اللي تعملت باش تمر الانتخابات ان شاء الله ظروف اللي تسمح ان المواطنين عموما يحترموا الانتخابات ويحترموا هذه العمليه ديال يعني التصويت على منتخبين يمثلوهم في مجالس محليه، للدور ديالها طبيعة الحال مهم جدا في توفير خدمات القوى المواطنة. طيب كاين اللي كيقول بأن حزب العدالة والتنمية ما كيعتمدش على الأسماء بقدر ما كيعتمد على القاعدة الانتخابية ديالو، واش مازال تيقي في هذه القاعدة؟ هو هذا بعدا هذا السؤال ديالك هو جواب على السؤال ديالك الأولاني، أن قواعد اللي كتصوت لصالح حزب العدالة والتنمية كتصوت لصالح مشروع العدالة والتنمية. سواء كان فلان أو علان. فعندهم ثقة في مشروع العدالة والتنمية في المؤسسات اللي اختارت. يمكن نقول بدون ادعاء بأن الحزب الوحيد اللي كيختار اللوائح ديالو عن طريق ديمقراطية داخلية، مساطير فيها مراحل كثيرة ديال الاقتراح والترشيح والتزكية. على ذكر هذه الديمقراطية الداخلية، المهم يمكن ما غاتخليني نكمل حتى شي جواب، باش نزيدو القدام، ماشي مشكل، سول وجاوب. على ذكر الديمقراطية الداخلية، أشنو تاع عواصف لائحة الحزب بني مكدة؟ سي سمير عاد المولان صحف آخر اللحظات مع أنه وجه انتخابي معروف طنجة. لا، الانسحاب كلمة غير دقيقة وفي غير محلية. احنا عندنا مساطر كتقترح على المناضل ديالنا يترشحوا في أماكن معينة. فاقترحنا على أستاذ سمير عاد المولان يكون في لائحة بني مكدة، فهو اعتذر بكل لباقة. انا اشوف ليس هناك فرد واحد في العدالة والتنمية خارج القانون او لا فوق المساطر او فوق القواعد ديال الاشتغال، هي تسري على الامين العام وتسري على اخر متعاطف مع الحزب في اخر متشر في اخر منطقة ممكن نوصلوا لها. المساطر والقوانين والقواعد الاشتغال تسري على الجميع بما فيهم المسؤولين والبرلمانيين والوزراء وجميع. فملي كنقترحوا على اسماء معينه اننا نرشحوها، كيكون عندها هي جواب اللي كيقبل وكيوضع في نفسه راه اشاره الحزب يوضع في المكان اللي اقترح فيه، ومن يعتذر فهو يعترف. سمع المولى اعتذر عن الترشيح، ويعني هذا بالعكس لا يشكل اي مشكل لا بالنسبه لسامع المولى ولا بالنسبه للحزب العدالة والتنمية. طيب شنو البرنامج ديال الحزب ديالكم في الانتخابات خصوصا في مدينه طنجه؟ هذا سؤال مهم جدا السي نصرو. احنا عطينا لهذه النقطه اهميه بالغه جدا. احنا اشتغلنا ما يقرب سنه على البرنامج الانتخابي من خلال واحد المنهجيه علميه. شكلنا فرق على مستوى المقاطعات الأربع، قامت بعملية تشخيص الواقع. هذاك الأوراش
اللي فتحنا ورشات ديال التداول ديال التفكير وديال تمخط عن هذا النمط، عطاتنا المشاكل الكبرى اللي عندنا في الاحياء. هذيك الاشكالات رتبناها الى اولويات معينه، ثم اشتغلنا في اورش اخرى، عملنا واحد العصف ذهني، واحد تفكير بطريقه جماعيه باش نقترحوا الحلول، وديك الحلول هي ترجمناها الى اجراءات. حنا عندنا برنامج انتخابي مقسم، اهم المرتكزات ديالو انا ما جيلك في 6 ديال المحاور في المجموع عندنا حوالي 50 اجراء دقيق كنقترحوا فيه مجموعه ديال الحلول اشكالات معينه على مستوى تقويه الحكمه والتواصل في علاقه المواطن بالاداره، في تحسين الخدمات الاداريه، في معالجه مشاكل التعمير، تحسين جوده الخدمات ديال المرافق العموميه خصوصا الماء والكهرباء وتطهير السائل والنظافه والنقل والاسواق. في المحور ديال التنشيط الاقتصادي عندنا اجراءات تهم التنشيط التجاري والمعارض وتدبير الاسواق. ايضا في المحور الاخير اللي هو التنشيط الثقافي والرياضي اقترحنا اجراءات تهم يعني القرب والشراكه مع الجمعيات والدعم وتوفير الخدمات اللي الجماعه هي طرف فيها، اضافه الى دعامات اخرى مرتبطه بالتحسين الماليه ديال الجماعه وتقويه الموارد ديالها واتاحه فرص، لان الجماعه باش تخدم خصها امكانات ماليه. الامكانات نعتقد بانها موجوده، ولكن ما كانش واحد الاراده وما كانش واحد التصور باش ننميو الموارد الجماعه، فعندنا فيها تصور. طيب بوجود هذه اللوائح اللي نزل بها حزب العداله والتنميه الى الساحه الانتخابيه بطنجه، شنو توقعاتكم للنتائج اللي ممكن تحصلوا عليها؟ على اي حال حزب العداله والتنميه منذ مده طويله جدا هو كيحتل الرتبه الاولى في مدينه طنجه. عندنا ثقه في الرئيس. 2009 ما كنتوش الاول. 2009 كان هضر على الاستحقاقات التشريعيه، كنا كنجيو فيها الولاء 2002 2007 2011 2012. في 2003 ما شاركناش، في 2009 كان فرق ديال مقعد واحد مع التجمع الوطني الاحرار. نعم مقعد واحد، بالتالي يمكن نقول بان احنا مع الاحرار. يعني عموما الرصيد الشعبي، الثقه ديال الناس بهذا المشروع ماشي خيال علمي، وهادشي تثبته النتائج، كنلمسه في الاحتكاك اليومي في الجولات ديال الحمله الانتخابيه. كاين اقبال على هذا المشروع، يعضده الان بشكل واضح الاداء ديال الحزب ديالنا على المستوى الوطني، على مستوى الحصيله ديال الجماعات اللي سيرناها. توقعاتكم هذه هي التوقعات ديالنا. يعني عدد المقاعد ممكن تحصلوا عليها؟ لا ما يمكنش، هذه عمليه صعبه، احنا في بدايه الحمله، يمكن ما عندناش هذا، خصها تقوم به مؤسسات اخرى. طيب نتوقعات ديالنا المرتبه بين الاحزاب ممكن تكون الاولى او الثانيين او الثالثين؟ لا انا قلت احنا نتوقع ان نكون الحزب الاول بالنظر لا للرصيد لا للقوه ديال اللوائح لا قوه الحمله. إذا لقينا نظرة السي محمد خيي على اللوائح ديال حزب العدالة والتنمية أو وكلاء لوائح ديال حزب العدالة والتنمية، سنجد أن السي محمد خيي هو من أقوى الوكلاء ديال اللوائح. هل يطمح محمد خيي لعمادة طنجة؟ إحنا في حزب العدالة والتنمية نضع أنفسنا رهن إشارة الحزب. إذا قدر الحزب، هيئات الحزب المسؤولة بأن محمد خيي أو أي واحد يصلح لأن يكون في هذا المنصب، فنحن رهن الإشارة. إذا لم يقدر فنحن في المكان الذي اختارنا الحزب. طيب بالرجوع إلى مسؤوليتك الحزبية، هناك من يقول بأن سي محمد خيي سحب منه البساطة ديال المفاوضات أو التحكم في اللوائح الانتخابية أو المفاوضات مع الأحزاب الأخرى، مش هادشي صحيح؟ الملف الانتخابي سحب بمحمد. وهذا السيد الذي يتحدث هل عنده معطيات ام هي واحده من الافتراءات والاكاذيب؟ لان ما يلاحظ في الساحه الان هو وجود الكاتب الجهوي وبعض اطر الحزب كالسيد الروحو الى اخره. سي محمد خيي ككاتب اقليمي غائب عن هذه التشكيله. شوف ابغض، انا لن اقول بان هذا السؤال ملغوم. نعم. ان الحزب عنده مسؤولين. الكاتب الجهوي في موقع راه كاتب جهوي، والكاتب الاقليمي في موقع راه كاتب، كل يشتغل بمقتضى المسؤوليه اللي عنده.
والاختصاصات ديالو. ما عندنا لا تزاحم ولا سحب ولا هم يحزنون. هادو اللي كيهضروا بهذه الطريقه هما معروفين، هما اشخاص مدفوعين، هم خصوم سياسيون وايديولوجيون في عباءة صحف. فالشيء يعرفه الخاص والعام، وانا لن انشغل بالرد على هذه السخافات. اذا ان شاء الله حققت نتائج ايجابيه في ان شاء الله الرحمن الرحيم في 14 تنبير، مع من يمكن تحلفوا انتم كحزب العداله والتنميه؟ سؤال التحالف هذا سؤال يعني كلاسيك يطرح في كل لقاء عندنا فيه واحد جوج الامور. اولا النتائج هي التي ستحسم، النتائج هي التي ستحسم، لان دابا الان يصعب ان تكون لديك قراءه سليمه، لانه وقعت ترحال كثير، ترحال سياسي، مرشحين كانوا محسوبين على جهه معينه نزلوا في جهه اخرى، فالامور اوراق سلطت. صحيح، ليس هناك قراءه واضحه. بعد النتائج سيدبر الحزب ملف ديال التحالفات بالقواعد ديال الاشتغال ديالو، بالاولويات بطبيعه الحال، في العلاقه مع ما هو وطني وجهوي، وبالتالي ان شاء الله اللي في وقتها سيكون هذا الشيء. محمد خي، شد المقاومين للتحالف مع حزب الاصاله والمعاصره، هل ستبقى على موقفك ام ان ارادتك الحزبيه الاسماء؟ شوف، في موضوع التحالفات موضوع خطير وحساس كهذا، القرار فيه هو للهيئات الحزب، محمد خي ليس هو جزء من هذه المجموعة، والتحالف فيه توجيهات وطنية وفيه أولويات. يمكن نتحدث عن منطقة الحكومية، كيف يمكن أن ينزل، يمكن أن نتحلف عن أولويات. طيب، كلمة أخيرة للسي محمد خي للمواطنين والمواطنات باسم حزب العدالة والتنمية. حنا كنخرجوا عند الناس، نقنع بالبرنامج، بمشروع العدالة والتنمية، ندعوهم لعدم المقاطعة، لأن المقاطعة خيار سيء وسلبي كيعاون غير المفسدين، وندعوهم لعدم التصويت مقابل الأموال، لأن هذه خيانة للوطن والأمان والشهادة، شهادة زور كيدليو بها. ندعوهم للتصويت على الأصلح، كانت لوائح ديالنا مقنعة وفيها الصالحين مرحبا، إذا كان لهم رأي آخر هذا الأمر لا يزعجنا إطلاقا. لأساسي أن تكون مشاركة إيجابية ولكن مواطنة فيها استحضار المصلحة العامة. شكرا سي محمد خي على تلبية دعوة برنامج المغرب ينتخب. مشاهدنا هنا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المغرب ينتخب، نتلقاو إن شاء الله في حلقة مقبلة وضيف آخر مع حزب آخر. إلى اللقاء.